إعلام الحكومة السورية أداة لتزييف الحقائق وبث خطاب الكراهية. لنتابع. في سوريا، في العراق، في ليبيا، في اليمن، في أماكن أخرى. منذ 5 عقود مضت ولغاية الآن ما زال الإعلام السوري الرسمي والموالي للحكومة سيفا تسله السلطة الحاكمة في وجه من يخالفها الرأي، وأداة لتزييف الحقائق لتوجيه عامة المواطنين إلى توجهات توافق سياسات الحكومة. ومنذ بداية الحراك الشعبي في البلاد مارس الإعلام الحكومي خطاب الكراهية والتحريض بشكل ممنهج على كافة مكونات الشعب السوري ممن خرجوا مطالبين بالحرية والديمقراطية. وفي التوتر الأخير الذي شهدته مدينة الحسكة شمال شرق سوريا، حافظ الإعلام الحكومي على نهجه اللامهني والبعيد عن الواقع، ومارس بحسب مراقبين تحريضاً مدروساً على الإدارة الذاتية، متهماً إياها بالانفصالية تارة وبالتبعية تارة أخرى. وحاولت المؤسسات الإعلامية الحكومية والموالية لها عبر موظفيها على تأليب مكونات المنطقة ضد بعضهم البعض، فدعا البعض منهم للهجوم على مراكز ونقاط قوى الأمن الداخلي في مدينتي الحسكة والقامشلي، فيما ذهب آخرون للمطالبة بإلقاء الأسلحة الكيماوية على الأطفال في مناطق الإدارة الذاتية واستعمالهم كوقود للتدفئة. وتعرف الأمم المتحدة خطاب الكراهية في وسائل الإعلام بأنه هو أي نوع من التواصل بالقول أو الكتابة أو بالفعل يستخدم لغة تمييزية تحقيرية تهجمية عند الإشارة إلى شخص أو مجموعة على أساس هويته، أو بعبارة أخرى على أساس دينه أو إثنيته أو لونه أو مكانته الاجتماعية أو أي عامل آخر يحدد هويته. وفي ربيع 2019 نشرت نتائج دراسة أجريت حول خطاب الكراهية والتحريض على العنف في الإعلام السوري، بيّنت أن الإعلام الرسمي يمارس خطاب الكراهية بما يتجاوز 27% من محتواه. في سوريا، في العراق، في ليبيا، في اليمن، في أماكن أخرى. وأنا لا أتحدث عن بعض الإرهابيين، كل الإرهابيين وفي مقدمتهم داعش المختلفة، هم يريدوا من هذا القانون أن يعبروا عن التزامهم هو ضمن السياق العام لما يقوم به الأمريكي، إما هي خلايا نشيطة. وهذا جانب آخر. وحول هذا الموضوع تنضم معنا من باريس الإعلامية السورية مزن رشيد. مساء الخير أستاذة مزن، وأهلا بك ضيفا في حديث اليوم على شاشتها. أستاذة مزن، إلى أي درجة أضحى الإعلام الحكومي السوري إعلام خاص بالسلطة ولا يقوم بالمهام المعروفة للإعلام، وخصوصا نقل حقيقة ومعاناة السوريين؟ يسعد مساك. أول شيء أنا اسمي مزن مرشد، عفوا على التصحيح، مو رشيد. الإعلام السوري عزيزتي دائما كان هو إعلام سلطة، لم يكن ولا يوم منذ بداية هذا الإعلام لليوم ما كان ولا يوم هو إعلام حر أو إعلام مستقل. نتذكر كلنا والكل بيعرفوا أنه بلش الإعلام بسوريا مع انطلاق التلفزيون بعد الثورة 63، بلشت جريدة الثورة كانت كأول جريدة بسوريا انطلقت، كان في شيء اسمه إعلام ثوري أو إعلام تنموي، كان يوظف بهي الجرايد أعضاء الحزب، الأعضاء المتنفذين المقربين من أصحاب السلطة، يعني أمن، عسكر، هاي الشيء. يعني ما كان في عنا شيء اسمه تخصص إعلامي، يعني حتى لما عملوا المعهد الإعلامي لدراسة الإعلام هذا الحكي إجا متأخر جدا، يعني منهم الأستاذ مروان صواف مثلا كان من أوائل الخريجين، فما كان في إعلاميين بسوريا، كان في موظفين عم يشتغلوا إعلام. انتقلنا لمرحلة جديدة اللي هي بعد الثورة، صار في حرص من الحكومة السورية إنه هيدا الإعلام يكون مراقب بطريقة مخيفة، يعني ما بس كان يخضع لرقابة السياسية مثل ما كان قبل، إنه ممنوع مثلا نكتب بالجيش، ممنوع نكتب عن مؤسسة الرئاسة، ممنوع نكتب عن الأديان. وصلنا لمرحلة إنه صار ممنوع الكتابة عن أي شيء يمس ما سموه بالأزمة،
يلي هو الثورة. نعم. بدأت تفضلي. نعم تفضلي أكملي أستاذة مازن. بدأت خطاب الكراهية يصير واضح جدا من بداية تغطية الأحداث بسوريا. أول شيء سموها أزمة، وبلشوا يسموا الناس المشاركين بالمظاهرات مندسين، بلشوا يسموا المخربين، بلشوا يسموا العالم يلي ثائرة على الأسد مرتزقة، شي اتهمون انه هنن عم يقبضوا مصاري لحتى يطلعوا بالشوارع، شي اتهمون انه هنن ناس عم ياخذوا حبوب مخدره، شي اتهمون انه تابعين لحكومات اخرى ومؤامره كونيه. هذا كله كان لتخفيف او للتقليل من قيمه الاشخاص اللي عم تطلع على الاسد ضد الاسد، ونوع من خطاب الكراهيه اللي كان ببدايته فعليا. طيب، في ربيع 2019 نشرت دراسة عن خطاب الكراهية، وبالدراسة أثبت أن الإعلام الرسمي يمارس خطاب الكراهية بنسبة 27 أو أكثر من 27%. ما دلالة ذلك برأيك؟ أعتقد الدلالة، يعني أعتقد أنه النسبة متواضعة هيك، يعني في مبالغة بأنه مخففينها. أنا أعتقد أنه النسبة أكبر بكتير، لأنه الإعلام السوري للأسف الشديد المراقب بيقدر بسهولة يشوف الخطاب المتوتر تبع الإعلام السوري ضد الإثنيات السورية سواء العرقية أو القومية، فدائما كان في وصف لأقليات معينة بأسماء، يعني بأسماء المسيئة وليس باسمها كتسمية الأسماء بمسمياتها. لا، كان في إساءة لمثلا لأخوتنا الأكراد، كان في إساءة للإدارة الذاتية، كان في إساءة للأقليات، وكان في إساءة للأكثرية. يعني دائما كان الإعلام محرض، يعني ما كان دور الإعلام السوري مراقب، ما كان دور الإعلام السوري موضوعي بنقل أحداث أو بنقل حقيقة إطلاقا. الإعلام السوري دائما كان محرض، ودائما كان يحمل وجهة نظر محددة هي وجهة نظر النظام ضد من يقوم بأي عمل ضد النظام. طيب أستاذة مزن، انطلاقا من هذه النقطة، محرض بعد كل ما حصل في سوريا، ما يزال إعلام الحكومي طبعا له تبعية للسلطة أو منحاز للسلطة، يحرض على شرائح كبيرة من السوريين، يعني ما مخاطر ذلك برأيك؟ عزيزتي، الإعلام السوري لا يدرك مخاطر. لماذا؟ لأنه يتبع إلى القصر الجمهوري مباشرة. مصلحة الأسد تعتبر مصلحة الإعلام. ما مخاطر اليوم؟ نعم، عفوا على المقاطعة، ولكن مخاطر ذلك على الشارع السوري الآن، في السوريين فيما بينهم. نعم، فهمت عليك. لما انطلقت الثورة بلش شعار الأسد أو نحرق البلد، واليوم تحقق هذا الشعار، وفعلا بلدنا صارت محروقة من شمال لجنوب، ما فيها منطقة ما ذاقت المرين وما ذاقت الويلات وما فيها بيت خلا من مأساة بسبب عنف النظام وبسبب ممارساته. اليوم النظام يسعى لأنه تصير البلد بحرب طائفية، بالعكس هذا الشيء بهمه أنه يزيد الفرقة بين أبناء الوطن الواحد. الخطر كتير كبير عزيزتي، الخطر أنه يصير في عنا فعلا تحريض إثني وتحريض مذهبي وتحريض طائفي وتحريض قومي بين مناطق فيها حساسية ويعيش فيها أكثر من قومية وأكثر من إثنية وأكثر من ديانة. للأسف الشديد الإعلام السوري يسعى لإثارة هاي الفتنة، ويسعى لإثارة هيدا الاقتتال الداخلي بين الناس اللي هي كل عمرها كانت متجاورة بسوريا. اليوم هو يسعى لهذا الشيء لأنه مبدأه في الاقتصاد، ولما بيصير في رد على الإعلام، يعني لما الإعلام بيحقق دوره بأنه يثير فتنة ما، هذا اللي بيكون لصالح النظام. لكن بده يضل عنا أمل نحن بوعي المواطن السوري بالداخل، بوعي الأقليات جميعا والقوميات جميعا، بأنه نحن أصحاب هذه الأرض، نحن عايشين على هذه الأرض، ومستقبلها مستقبلنا كلنا. ما يسيء لفئة يسيء للبلد، يسيء للمستقبل. بالنهاية هي الأرض كلنا رح نعيش عليها، ولازم نحافظ عليها ونحافظ على مستقبلنا فيها، لأنه نحن مع بعض، سواء كنا بالخير أو بالشر نحن سوا.
طيب برأيك إلى أي مدى بات بث خطاب الكراهية والفتنة عبر وسائل الإعلام الحكومية بات سياسة مستهلكة؟ أعتقد هو بات سياسة مستهلكة، بس للأسف النظام بسوريا والإعلام بتحسيه إعلام منفصل عن الواقع، يعني بيضل يجرب الأمور المجربة ولا كأنه جربها سابقا. بيقولوا الغبي اللي هو اللي بيجرب نفس المعادلة بنفس الشروط وبانتظار نتائج جديدة. للأسف الإعلام السوري عم بيجرب نفس المعادلة بنفس المعطيات على نفس الأرض بنفس بيئة المعادلة، وعم بيلاقي ما عم بيلاقي نفس النتيجة، يعني عم بيلاقي نفس النتيجة أو هو عم يحلم يلاقي غير نتيجة. أنا كتير عندي أمل بأنه المواطن السوري مواطن ذكي ومواطن مدرك تماما لحقيقة الشيء اللي عم بيعيشه ولحقيقة نظامه سواء كان صامت أو معارض. أنا كتير بقول اليوم أنه السوريين الموجودين بالداخل ما هن الموالين، هن مغلوب على أمرهم ومضطرين يضلوا ساكتين من أجل الحياة اللي بدهم يحافظوا عليها، لأنه شافوا شو صار بغيرهم. وحتى المناطق يلي صارت عم تشهد شوية هدوء والنظام عم بيحاول يبث الفتنة فيها لحتى يكون هو مسيطر أو يعيد فتح جبهات، عم بتكون الناس أكثر وعياً. والحقيقة هذا الأمل اليوم، أنه الناس تصير مدركة أنه ما ترد على هذا الخطاب، وأنه تكون أوعى من الحكومة وأوعى من الإعلام ومتجاوزة لكل هاي الفروقات البسيطة يلي عم تفرق بين الناس. نقطة أخيرة أيضا، منذ أيام نشرت إعلامية موالية للحكومة السورية منشور على صفحتها على الفيسبوك يدعو إلى ضرب الكيميائي وحرق الأطفال في مناطق شمال وشرق سوريا والتدفئة، وحتى اختتمتها بالعقوبات طالعة وطالعة. برأيك هل هذا المنشور يكشف ما نوايا النظام السوري الحكومة السورية؟ أعتقد هذا المنشور يكشف ليس فقط النوايا بل غسيل الدماغ يلي صار عند البعض. أنا ما فيني أقول أنه ممكن يكون هي فكرة هيك، هي السيدة في منها كتار، بس فيني أقول أنه هي ممكن يكون مطلوب منها تكتب هيك كبالون اختبار لحتى يكون في توسعة لهيك خطاب، لحتى يكون في ناس تحكي أكثر بهيك خطاب، لحتى يصير في كمان حقد من الطرف الآخر. يعني لما الآخرين يلي مقصودين بالبوست رح يسمعوا هيدا الكلام ممكن يصير عندهم ردة فعل عنيفة أو ردة فعل كارهة، وهذا حقهم الطبيعي. فبعتقد أنه هيدا الشيء مدروس وهيدا الشيء موجه، وهيدا الشيء هو نوع من السياسة اللي عم يتبع اليوم النظام السوري لدق أسافين الخلاف بين أبناء الوطن الواحد. جزيل الشكر على المشاركة وكل هذه الإيضاحات، كنت معنا مباشرة من باريس الإعلامية السورية مزن مرشد. مشاهدينا فاصل ونعود لنناقش ما تبقى لليلة من حديث.